الفقرة الأولى، وهي فقرة مهمة جدا إن أنت بتتكلم عن رياضة الكيك بوكسينج تحديدا. ويمكن لو رجعنا شوية كده عملنا ايفالويشن أو يعني تقييم، تلاقي مصر ما سابتش فعلا لعبة إلا واهتمت بيها مؤخرا كمان، والنتائج ابتدت كمان تظهر بشكل كبير جدا على الساحة. كلام كتير عن كيك بوكسينج والاستعدادات للبطولات الدولية. خلينا نرحب بس في البداية بكابتن زينب مأمون، هي الأمين العام للاتحاد وأيضا الحكم الدولي. يا صباح الهنا عليك يا كابتن زينب. صباح الخير يا استاذ نهاوند. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الفل منورانا، سعداء بوجود حضرتك معانا، وعندنا كلام كتير نتكلم معاكم فيه الحقيقه. ما هو بصي، احنا مش بيمين حاجه من عندنا، من اعمالكم صلت عليك. انتوا عاملين شغل زي الفل في الفتره الاخيره، في مشاركات مؤثره وفاعله ونتج عنها انجازات في كتير جدا من الفعاليات. اللي انا اعرفه ان حضرتك لسه راجعه مؤخرا من ارمينيا، كان في هناك بطوله العالم لو انا مش غلطان، صح كده؟ بطوله العالم لاسطنبول. اوكي، برضو كلمينا كده عن اللي حصل فيها وخلفيه المشاركه. بص، احنا الحمد لله كانت البعثه مكونه من 7 لاعبين. بطوله العالم لاسطنبول، سامو ديت من الرياضات اللي نزلت مصر حديثا وبقت لجنه عندنا في الاتحاد. الحمد هي تحت مظله نفس الاتحاد؟ نفس الاتحاد، الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. معانا بطل العالم فيها كابتن خالد فزاع، ثالث عالم، هو الميزان الثقيل بتاعنا الهيفي. هو بصراحه عمل مطوشه جامده جدا، ومش هكذب عليك، اتظلم في المباراه الاخيره بين اللاعب الروسي اللي هي اساس اللعبه. كان الماتش بتاعه جميل جدا، هو كان 9 واللاعب الثاني 4، وهو خسر 9-4. بس 9-4 لصالحه. ازاي؟ انذارات. انذار، الحكم انذار في انذار. كان عن استحقاق ولا كان فيها؟ ما هو اتظلم. طب لو هو اتظلم بشكل رسمي وتم الاعتراف بالظلم التحكيمي ده؟ اتظلم، لكن القانون في اللعبه ديت بتقدم اعتراض، لكن ما بيرجعوش يشوفوا لل يعني اعترض براحتك وخلاص. خلاص، هي النتيجه امشي من هنا لهنا اعترض. وبعدين اللعبه كمان اساسها روسيا، واللاعب اللي بيتظلم منه هو لاعب روسي. صحيح صحيح. فخلاص، هو الافه دي موجوده في كل حته. طبيعي، امر بديهي ان كل مكان فيه الحلو والوحش، لكن مش هكذب عليك، في دنيا الرياضه لازم يبقى على الاقل العداله متحققه، يعني اضعف الايمان. مش قوي زي ما احنا متوقعين. كنت زمان لما كنت لاعبه كنت بتوقع، لما بدات في مجال الرياضه، ان المجال الرياضي دوت هو اكتر مكان سالم، ما فيهوش ظلم، ما فيهوش ضغينه، خالي من الشرور. غالي خالي. بس طلع لا، كل مكان فيه كده يعني، للاسف الحمد لله. بس مش هكذب برضو، اللعيبه نفسها والبني ادمين في محاولات ان هم نوصل بيهم ان يبداوا ان هم يرتقوا بنفسهم. لما لاعب بيبقى يتظلم ويبقى حكم في يوم من الايام ما بيظلمش، فديت بدايات ان شاء الله. لو اتعرض للضغوط بقى، الحمد لله كويس ان انت ما بتتعرضيلهاش، كويس ان انت صدر الحكايه دي. بص، هو انا اصلا بدايه انا كنت لاعبه وبطله عالم في لعبتي في الكيك بوكسنج، وبطله دوليه في الكونفو، وبطله ساندو، فالحمد لله. وبس اتعرضت للظلم، وكنت لاعبه احتراف. لما تعرضت للظلم قررت ان انا يوم ما هبقى حكم مش هظلم، لاني دقت دوت. يعني ده بيبقى عن تعمد كابتن زينب ولا ايه؟ يعني الظلم بتتعرض؟ بص، هقول لك على حاجه. الظلم وعدم الظلم احيانا بيبقى عن جهل، احيانا اللي بيظلم بيبقى عن جهل، واحيانا عن تعمد. بس انا يعني بحسن الظن بيه الناس واقول ان دوت عن جهل. اوكي. بس الحمد لله زي ما قلت لك خالد فزاع، وعندنا اللاعب محمد عزازي اول افريقيا، جاب اول افريقيا، ما حققش خامس عالم، ومحمد تامر عبد الرحمن عصفور برضو اول افريقيا جاب خامس عالم، البطله سماح عبد اللطيف اول افريقيا وجابت خامس عالم. يعني دعواتنا ان شاء الله ان هم يحققوا اكتر من كده في المستقبل باذن الله. رائع جدا. انا كنت لسه عايز قبل ما تجاوبي، يعني كنت عايز اسالك عن الباك جراوند، لان برضو حلو ان الشخص يكون بطل وبعد كده في رياضه ما بعد كده يكمل فيها وينهي خبراته بعد كده. يعني نتكلم عن الامين العام لاتحاد الكيك بوكسنج، برضو منصب مش سهل، ومنصب بيتطلب خبرات وبيتطلب خطط
مستقبليه كبيره جدا ورؤيه، فاكيد ده كله عندك كابتن زينب. يعني انا عايزه اتكلم شويه عن الشق الاداري برضو بجانب اللعبه نفسها. انا كنت زي ما قلت لك انا بدات الرياضه وانا لاعبه، مع الوقت احنا كنا بنواجه ضغوطات لان ما كناش اتحاد، فكنا بنمارس دور اللاعب والاداري لما كنا بنسافر ما كانش في اتحاد، فكنا بنسافر تبع منظمه خاصه كانت مسجله في الاتحاد الدولي تبع الكابتن محمد صبيح اللي هو رئيس الاتحاد الحالي، لان هو كان مسؤول مصر في الاتحاد الدولي. فكنا بنقوم بكل الادوار، يعني كنا بنقوم بدور اللاعب والاداري والمصور والاعلامي، وكنا بنعمل كل الادوار. وكان كابتن صبيح بيحاول ان هو بالقدر الكافي ان هو يعلمنا كل اللاين دوت ان احنا عايزين نوجه له تحيه طبعا. وكان معانا قبل كده وخلال مداخلات، هو حاليا مسافر طبعا. هو في بطوله العالم مع البعثه في اوزبكستان، بطوله العالم لرياضه الكراش هو معاهم، وان شاء الله يعملوا حاجه باذن الله. باذن الله. فهو علمنا كتير، وبعدين لما بقى في اتحاد، لما بدا ينشئ اتحاد فجاب يعني الناس اللي كانت تعبت معاه في مجال الرياضه، وبقينا اعضاء مجلس اداره. مش هكذب عليك، احنا واجهنا كتير قوي عشان يبقى في اتحاد، عنا 17 سنه او 16 سنه بنحارب عشان يبقى في اتحاد. ده نص عمرنا يعني. نص عمري يعني. نص عمري انا. ليه اضطريتوا تخوضوا حرب عشان تاسسوا اتحاد؟ ما كانش الامر سهل. احنا كنا لجنه في تبع في اتحاد الملاكمه زمان، وبعدين خرجنا من تحت ظلم كبير من اتحاد الملاكمه. كان كابتن صبيح لما قعد معاكم حكى الامر دوت، وبعدين واحنا لجنه في يعني في الكلام ده 97 سيبنا اتحاد الملاكمه بعد كده، وبعدين دخلنا لجنه في اتحاد الكونفو في 2017، والحمد لله بقينا اشهرنا تم اشهار الاتحاد في 2020. في جنود طبعا، يعني جنود مجهوله ساعدت في دوت علشان يبقى في اشهار الاتحاد. ودكتور اشرف صبحي يعني كان هو الدفعه الاخيره لده، ساعد لاشهار الاتحاد برضه دكتور محمد دمرداش رئيس نادي الزهور، باشمهندس ايمن بيرم عضو مجلس اداره نادي الزهور. خلوا هم بصراحه كللوا الامر دوت، وكانوا بيدفعوا الامر دوت ان هو شافوا تعبنا قد ايه، فهم برزوه في النهايه وساعدوا ان هو بس انا عايزه اسال حاجه، احنا ليه عندنا الامور بالعكس؟ يعني مثلا ايه، يجي بقى عندك رياضه بتحقق انجازات كويسه، وبعد ما بتحقق انجازات كويسه بنبتدي يعمل لها اتحاد. يعني ليه الموضوع متشقلب؟ فده مش مفهوم. وبعدين ايه كمان اللي كان بيعرقل يعني تاسيس الاتحاد؟ الامور الاداريه بس. الامر الاول 17 سنه ورقه عايزه يعني تتعمل. مع بصي هقول لك على حاجه، دكتور اشرف هو حد فاهم قوي بصراحه، لانه رياضي يعني وحد فاهم اداره كويس قوي. كان الناس اللي قبل كده يعني ما كانش بيوصل لهم الامر بالطريقه الصح، بس الامر لما اتعرض صح من خلال الناس اللي قلت عليه، الدكتور محمد دمداش وباشمهندس ايمن واللجنه الاولمبيه باشمهندس هشام حطب، لما اتعرض الامر كويس من خلالهم فظهر واتبروا الصح. الحمد لله تم اشهار الاتحاد نهايه. احنا عندنا اتحاد واحنا سعداء بيه، والحمد لله احنا بيتقال علينا الاتحاد اللي اتولد عملاقا، يعني اتحاد ولد عملاقا. بنمشي خطوات سريعه جدا، احنا فعليا كنا بنقول الاول، اول ما بدانا احنا بننافس اتحادات كبيره موجوده بقى لها 20 سنه و25 سنه، دلوقتي الاتحادات دي هي اللي بتنافسنا الحمد لله. يعني احنا عندنا نتائج اتحادات اولمبيه وغير اولمبيه ما عملتهاش لحد دلوقتي الحمد لله. ويا رب المزيد من النجاحات الفتره اللي جايه باذن الله. طب زي ما وقفنا عند كونك امين عام للاتحاد، تعالي نقف شويه عند كونك بطله عالم سابقه في رياضه عنيفه او رياضه قتاليه مش دارج قوي ان احنا نشوف بنات فيها يعني بيمارسوها، ناهيك عن ان هم يكونوا ابطال عالم، ما شاء الله ما بيبانش عليكي صغنونه في روحك، لكن بطله عالم في رياضه من النوع ده. لازم نعرف قصتك انت شخصيا وابتديتي مع الرياضه دي ازاي، وليه الرياضه دي تحديدا؟ وانا عندي سؤال عايزه اضيفه لكريم على سؤال كريم، معلش هو سؤال يعني ممكن يبقى سؤال كليشيه شويه، بس يعني دخلتي فايت قبل كده مع حد؟ يعني اصل فعلا بنت وحجمك يعني دخلت فايت؟ ما انا بقى لا على
مستوى الشخص بابا يعني مستوى الشخصي ماشيه في شارع وحد مثلا حب يلطف يعني وما يعرفش انك بطله عالم في الكيك بوكسنج. احنا سالنا طبعا البطله المصريه سمر حمزه لما كانت معانا السؤال ده وقالت وضربت كانت راجل قبل كده. فيعني هل فعلا ده بتستعمليه لما بتضطري برضه في الحياه العاديه؟ هقول حياتي تعالي نسمع اجابه على سؤالها هي الاول بقى عندي فضول انا كمان. طيب انا اساسا من حي شبرا شارع شبرا يعني انا نشأت وتربيت وعشت اغلب حياتي فيه تمام. فاحنا الحي دوت حي متماسك طبعا. بيحبوا بعض قوي طبعا. فمن الصعب انك تلاقي حد بيعاكس بنت حتته او حتى من يعني ادام انت في شبرا ولو من بره هيتردد طبعا. لا هم اولاد اصول قوي صحيح. لا فحياتك في العموم مش لازم حتى في مصر يعني في لا ما حصل هو حصل يعني حصل. احنا عندنا في شبرا في المكان كنت انا في ثانوي فانا كنت بصراحه يعني بابا ربنا يحفظه يا رب كان من اشد الناس الداعمين ليا هو وماما كمان في مجال الرياضه وكابتن صبيح. كابتن صبيح وانا صغيره كان عايزه اقول لك كان بيجي ياخدني من البيت علشان يوديني التمرين من كتر ما بابا وماما كانوا بيقلقوا دايما. فكنت انا دايما علشان اضحك على بابا فبابا كان بالنسبه له وقت الثانويه العامه دوت يعني امر صعب جدا. فانا كنت بعمل ايه؟ بستسكى فبخلي دايما التمرين مواعيده الصبح والدروس هي اللي مواعيدها بالليل. ما هو مش هيرفض الدروس بالليل طبعا بس هيرفض التمرين بالليل. فانا كنت دايما بعمل كده. فكنت في مره راجع من درس فحد من بره جاي من يعني دخيل على شغله فعكس ف ويا ريته ما عمل والله احنا ودي كانت نهايه الحد ده. احنا اكتر يعني احنا اكتر اللي بيلعب رياضه عنيفه بيبقى اكتر حد ثبات انفعالي ما بيوصلش ان هو يضرب حد طبعًا. الا لما يبقى خلاص وصلنا لمرحله لا اللي مش هينفع ارجع فيها وما بنضربش لان احنا لما بنضرب بنأذي. لا هي دفاع عن النفس طبعا وده اكيد مشروع ان انا دافع عن نفسي لكن غير كده مش هو مشروع طبعا وغير مقبول. ندم أشد بس انت حجمك برضه كابتن زينب يعني بتيت شويه مش يعني عارفه يعني سمر حمزه تقلق تخلي يعني يتراد بس ما هو ديت الميزه بقى. هو اصلا انا دلوقتي خاسه اكتر من اللازم لان انا بمر فتره تعب الحمد لله فانا دلوقتي اقل من ميزان الطبيعي ب 15 كيلو تقريبا. بس انا بالطبيعي ما بوصلش يعني 60 يوم ما بزيد قوي فالحمد لله. بس بشكل عام تنصحي اولياء الامور والاهالي اللي ممكن يكونوا بيتابعوا اللقاء ده ونفسهم ان بناتهم يبقى عندهم القدره على الدفاع عن النفس عند اللزوم وفي نفس الوقت خايفين ان هم يتمرنوا في الرياضات دي خوفا من الاصابات. انا هقول لك على حاجه انا لما بدات الرياضه بدات عندي 7 سنين انا بنت وحيده في وسط 3 ولاد فكنت تعرف في البيت رايح والجاي بيضرب فيه اخواتي بيلعبوا معايا هم شايفين ان دول بيلعبوا معايا بس انا بتضرب. ما كانوش عارفين انها هتبقى بطله عالم لا وهم كمان بيلعبوا رياضه نفس الرياضه على فكره يعني فايه شايفين بقى ان انا الملطشه في البيت فرايحين جايين بيضربوا فيا فبابا حب لا يعني انا عايزه تاخد حقها هتفضل تتضرب طول عمرها منها فاحنا منزلني معاهم التمرين. لما بدات التمرين انا حبيت ده قوي وكابتن صبيح عمل نمى جوايا اني غير شخصيتي نهائي. انا كنت بنت البنت الهاديه اللي قاعده في اللي بتلعب الالعاب العاديه غيرت اتغيرت 180 درجه 360 درجه شخصيتي. انا بقيت حد واثق من نفسه قوي حد يقدر يدافع عن نفسه حد عارف امتى هيوقف اي حد عند حده صحيح حلو ده عندي ثبات انفعالي عارفه يوم ما حد هيجي يأذيني اخره ايه وعارفه انا قادره اعمل ايه فما بوصلش ان انا الحمد لله لما حد بيجي حتى انا ممكن عايزه اقول لك من ضمن الحاجات اللي انا بقدر ادافع بيها عن نفسي لان دفاع عن النفس دوت درجات فانت مجرد نظرتك للي قدامك انت ممكن توقفه بدايه كلامك هتقدر توقفه ففي ستبس يعني لازم نلجا اخر حاجه تبدا اخر حاجه الواحد بيوصل ليها ان هو يدافع بيها عن نفسه هي ودي خصائص موجوده عند معظم ان ما كانش كل ابطال الرياضات القتاليه ورياضات الدفاع عن النفس بشكل عام بيكتسبوها مع الوقت يعني الحمد لله الرياضه بتغير كتير قوي أكيد. وبتدي حاجات كتير قوي واللي بيقول ان الرياضه بتاثر على
الحياه وتاثر على المذاكره هو غلطان. البني ادم اللي بيلعب رياضه او الولد او البنت بتلعب رياضه بيقدروا ينظموا حياتهم كويس جدا، ان هم يقدروا يسستموا حياتهم، ان هم يبقوا زي ما هم ناجحين في الرياضه ناجحين في حياتهم. انا بتفق معاكي جدا. طيب لو رجعنا تاني تحديدا للكيك بوكسنج، وعندنا اتحاد دلوقتي واسس بشكل رسمي، اكيد في خطه لتوسيع قاعده اللعبه والمشاركه فيها. ايه بقى الخطه دي وازاي هتعملوها تحققوها؟ لان كده كده اللعبه معروفه لكن مش بشكل احترافي لناس كتير. بصي انا مش معاكي في النقطه ديت، لان اللعبه ديت فعليا اغلب الناس دلوقتي بقت متجهه ليها بشكل احترافي ولا بشكل احترافي. احنا كمان عملنا دوت توسيع للمناطق، يعني احنا دلوقتي احنا موجودين في اغلب المناطق، القاهره القليوبيه، جيزه، دمياط، البحيره، اسكندريه، المنوفيه، المنصوره، الغربيه، البحر الاحمر، راحت كل الاماكن دي، البحر الاحمر، القنا، المنيا، اسيوط، سوهاج، بني سويف، يعني البلد كلها. يعني الشق بقى هنا على الفتيات او السيدات برضو جيد اكتر من الاول بكتير. بقول لك موجوده في المنيا، الصعيد، خط الصعيد. خط الصعيد دلوقتي. طب اقول لك على حاجه، احنا مثلا اخر بطوله الجمهوريه كانت معموله، احنا عندنا فيها فعليا اكتر من 4000 مشارك. ما شاء الله، حاجه كويسه. يعني انا بكلمك في بطوله الجمهوريه لمرحله، مرحله واحده اللي هي مرحله الكبار. طيب مرحله البراعم، مرحله الناشئين، احنا عندنا اقل بطوله. يعني الحمد لله. لو قلنا البطولة اللي هي مش يعني بطولة المهرجانات، المهرجان بتعدي ال 10000 مشارك. ما شاء الله. فاحنا فعليا لا، احنا الحمد لله. طب احنا دلوقتي الدولة، على ذكر الدولة، يعني مهتمة جدا بفكرة، وعملت بموجب هذا الأمر مجموعة من المبادرات المهمة جدا، فكرة تصنيع أبطال مستقبليين، فكرة ان انت تتوسعي في قاعدة الناشئين، ودايما احنا بنتكلم حتى في البرنامج ده ان القاعدة دي هي الاهم على الاطلاق في اي رياضة. فانتوا في كاتحاد بقى ايه اللي بتعملوه بحيث ان انتوا تستقطبوا مواهب ما كانتش بتمارس الرياضة دي بشكل نظامي او بشكل احترافي، موجودين في مدارس مختلفة، في كليات مختلفة، بتوصلوا لهم ازاي؟ فعليا احنا دلوقتي زي ما قلت لك، احنا عندنا مقسمين قاعدة الانتشار لكذا جزء. فاحنا فعليا دلوقتي مثلا في المحافظات خلاص خلصنا المناطق. الستيب اللي الفتره اللي فاتت كنا ماشيين في المدارس والجامعات. اوكي. بدانا فعليا ان المدربين بتوعنا، احنا عندنا كذا منتخب، منتخب للبراعم بمراحله، منتخب الناشئين بمراحله، منتخب الشباب ب، ومنتخب الشباب الف، منتخب العموم. أوكي. عندنا لجنه الاحتراف. كل دولت شغالين بنفس الخطوات على المدارس وعلى الجامعات. احنا مقدمين دلوقتي لجنه الاحتراف دي، مقصود بيها الاحتراف الخارجي ولا احتراف عموما؟ داخلي وخارجي. هو في عندكم في الرياضه دي احتراف خارجي؟ طبعا، انا اصلا بطلت على محترفين كمان قبل ما بطل. فزت بكذا لقب، اكتر حاجه و20 مره فزت بالقاب احترافيه. أوكي. الحمد لله. فاحنا ده حتى من قبل ما نبقى فيه اتحاد. ساعه الانتشار بالنسبه للاحتراف افضل بكتير كمان من الهواة، لان دوت فيه كمان مكافآت ماليه ملهاش علاقه بالدوله. فده بيخلي الانتشار افضل. فاحنا بنسعى لدوت، والحمد لله احنا عندنا كمان مش لعبه واحده جوه الاتحاد بتاعنا، احنا عندنا 13 لجنه داخل اتحاد الكيك بوكس في العاب مختلفه. فاحنا مش عندنا لعبه، يعني انا زي ما قلت لك كابتن صبيح موجود في بطوله العالم للكراش، لعبه من الالعاب اللي موجوده عندنا. منتخبنا كان موجود في ارمينيا لعبه السامبو. عندنا الام ام اي، عندنا الجيجيتسو، عندنا الشندوكاي، عندنا السافات، عندنا بسم الله ما شاء الله
عندنا العاب يكفي اللي انت قلتيهم يا استاذه دي مش شويه برضو ما انا برضو كويس انا بحفظ بالعافيه. طب انا اسالك قبل برضو ما الوقت يخلص كابتن زينب عن التحكيم بقى. اشتغلتي في التحكيم وكان ليكي خبرات، ايه ابرز البطولات؟ وبرضو مش حاجه كومن قوي نسمعها سيدات في التحكيم بالقدر الكبير يعني، طبعا موجود بس مش مالوفه قوي، بس طبعا نجاحات المراه دلوقتي وصلت لكل المجالات، فده بقينا نشوفه في رياضات كمان مختلفه. فكلمينا عن دي برضو. انا حكمت كذا بطوله عالم، انا حكم من 2000 حكم هوايه، عشان انا كنت بلعب احتراف وقت ما انا كنت حكم هواه. انا حكم هواه من 2010. حكمت اكتر من بطوله عربيه، وانا نائب رئيس لجنه الحكام الافريقي، وحكم دولي من 2013. حكمت بطولات عالم، وحكمت كذا دوره العاب اسيويه، وكذا دوره العاب عالميه. الحكم الحمد لله كمان تم تصنيفي من 2016 من افضل 5 حكام حياديين على العالم. ما شاء الله. التصنيف دوت بيجي عاده ان مثلا لو انا البطوله فيها لاعب مصري مش مسموح ان حكم مصري يحكم في المباراه ديت للحياديه. لا الحمد لله انا بيتم السماح ليا، لان احنا بيتعمل فينا تقارير. مشهود لك بالحياديه. الحمد لله. انا زي ما قلت لك، انا اتظلمت قبل كده، فما عنديش استعداد ان انا اظلم حتى لو اللاعب ده مات ابن بلدي. انا بالنسبه لي ضميري ما بيسمحليش ان انا اعمل دوت، الحمد لله. طب اخر بقى سؤال بقى خاص، عشان الوقت خلص، عمالين يقولوا لنا انا ما اعرفش حضرتك مرتبطه ولا لا، بس لما تيجي ترتبطي هل برضو لازم يكون السؤال ده بيضحك؟ لا لا اصل انا بصي ما تضحكيش انا بضحك على طول يعني ما تدوسيش على الزرار ده يعني، لان هقول لك على حاجه برضو، مش سيبك من كيك بوكسنج تحديدا، بس لما يبقى فيه شخص رياضي لازم بيبقى الافضل، مش لازم ناخد بارتنر رياضي زي عشان يبقى متفاهم. فانت بحكم كمان المناصب اللي انت فيها بتسافري وعندك معسكرات وبطولات، فمش اي حد هيقبل ده. ومش اي حد برضو هياخد بطله في الكيك بوكسنج يعني. تمام. لو اختلف معاه في وجهات النظر انت فاهم، هو مش من مصلحته يزعلك. لو اختلف معاه هو بيكسب بجد يعني. يعني هيك مرتبطه اصلا. اصيله يا كابتن زينب. لا بس هو عامه زي ما قلت لك، الرياضه بتبقى بتخلي الواحد اهدى عامه. لو كمجتمع شرقي لما بتيجي الزوج عامه بنسمع الكلام بزياده. ليه؟ علشان في النهايه السفينه ليها قائد واحد، فحتى لو القائد دوت لو ما قدرتش تغير وجهه نظره، فالافضل ان انت تنصاع لوجهه نظره. ليه؟ لان هو المسؤول عن السفينه ديت. بس هو داعم ليكي. حكيمه برضه يا كابتن زينب، حكيم. بس هو داعم ليكي في الشق الرياضي وفي شغلك والكلام ده كله، ده مهم جدا. ما هو لو مش داعم مش موجود بقى. كويس. بس هو ملوش علاقه بالرياضه يعني. بيحب الرياضه، ما هو كلنا بنمارس الرياضه. تمام. نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله تكوني موجوده معانا برضو مره ثانيه، حتى عشان نعرف الناس التصنيفات المختلفه، الرياضات المختلفه اللي تحت نظام الاتحاد. والله ودي مع حضرتك. بنشكرك على نورتينا والله، ونموذج نسائي يعني بجد ناجح، وانا اتمنى نشوف كده دايما يعني بجد والله. كل التوفيق ليكي كابتن زينب.